صار تحت. يا عيني اجا مهند. مهند صار تحت. مراد وين رحت؟ على مهلك. بشير خذ الشنطة البنية وحطها على جنب. حاضر. مهند. اهلا. اهلين باحلى سبع. كيفك يا بطل؟ تمام. وانت مشتاق لك. على اساس ما بدك تجي للاسبوع الجاي؟ حكيت مع الخانم الحلوه فما حبيت اني زعلها وجيت بسرعه كبيره. لغيت من اجازتي اسبوع بحاله. كانت حلوه كثير. تعرف انه هلا صارت تشبه انجلينا جولي. مراد عيب. مادموزيل شو اخبارك؟ الحمد لله على السلامه مهند بيك. الله يسلمك. في شغلات كتير حابب اني احكيها. باريس مدينه الحب والعطور، شي بجنن. متوقع هالشي. الحمد لله على السلامه مهند بيك. كيفك جميله؟ ايه وين العيله بالحديقه؟ ايه يلا خلينا نعمل له مفاجاه. امشي قدامي لشوف. صباح الخير. صباح الخير لميس خانو. هات لساعدك شوي. والله تقيلة. تركيه أنا بشيلها. يسلم. انتبه اطلع على مهلك. حزرو مين اجا؟ حزرو. مهند بيك. كيفك عمو؟ الحمد لله على السلامة. والله فقدنا الأمل منك. هاتفك على طول مسكر. شغلت لنا بالنا. اتصل شي مرة وطمنا. والله الحق معك يا عمو. كان في يتصل على حسابنا حتى لو ما معه مصاري. مظبوط. الأمورة كيفك؟ بعد عني لا تبوسني. لئيمة. لميس تاعي عاد قدامي. أول ما شفتوا بعض بلشتوا بالخناق. ظاهر إنه السنفور عم تغار مني. ودخلك على شو بدي غار منك؟ أنت مقضية عطل كل الوقت وما عم تشتغل أي شيء. نهاد ليش عم بيقلي سنفورة؟ انتبهي كيف بتتصرفي مثل البنات الصغار. أنت صغيرة ومغنجة كمان. وانت كمان حاجتك. ماشي ماشي انا اسف. مراد حبيبي ليش ما بتقعد هون؟ الهدايا بالاول. ايه وين الهدايا؟ جبت لي هدية معك؟ اكيد جبت لك يا سبع. اكيد جايبه من شي استراحة بتوزع البلاش. شو عرفي؟ شرف سبع. شكرا. يسلموا. عمي الغالي. هديتك. يسلموا ايديك. لميس خانو. جبت لك بذور. هالبذور فيك تزرعيهم بشي مكان بالحديقة. يسلم ايديك يا مهند. كنت حابب جيب لك باريس بمحلاتها وترابها وناسها، بس هذا اللي قدرت جيبه هلا. شكرا كثير، هذا لطف كبير منك. سنفورة هي هديتي. حل عني ما بدي شي منك. شو ما عجبتك؟ فرجيني اياها. تمام تمام. خلص خلص عم بمزح. جبت لك علبة بارفان. ما بدي ما بدي شي منك. لا لا تزعليني. ليك والله بضربك والله بضربك. اهلا وسهلا مدام. بيسان خلصت لبس؟ لسه عم ترتاح. ايشو هاد يا ربي؟ أهلين فيروز خانو. رحت تفرجت على التحضير. عجبك؟ بس لسه مو لبسي المقاعد كلها. شفت غطى الطاولات. والله ماني عارفاني، بس مو مثل يلي بالصورة. بس تخلص رح تكون أحلى. رح نشوف. أنا طالعة أرتاح شوي فوق وبعدها رح نشوف غطى الطاولات. تمام فيروز خانو. كاتيا جيبي لي حبوب، بلش راسي يوجعني. أمرك مدام. قبل شهر العسل في عزيمة يا بيسان. الشنطة بتتجهز، اتركيها هلأ، ما بقى في وقت. ماشي ماما. الكوافير والمكيار رح يجوا لهون؟ ايه؟ وهنيك رح بيكون في حدا تاني مو هيك؟ وبعد ما تنزلي من اليخت بدك مكياج تاني أكيد. وبعد السهرة كمان رح يلزمك مكياج. طيب نهاد وينه؟ ليش مانو هون؟ وعالفندق ما راح؟
ليش مبينين انه الناس مستهترين؟ يلا اتصلي فيه احسن ما ننفضح قدام الناس. يلا حبيبتي. وقته ما تسمى عليك، هي اللي اسمها فيروز جابت اخرتك ولزقتك ببنتك. بابا رجاء بلا هالحكي، وهلا طلع لنا الولد كمان فوق راسنا. بابا مشان الله خلاص، هاي بيسان عم تتصل. الا اذا ما بدها توقع اتفاقيه الزواج ما رح اسمح لك تتزوج ابدا، فهمت حبيبتي؟ نهاد وينك؟ ليش ما اجيت لهلا؟ عم زبط الامور يا حياتي. ما رح تروح على الفندق؟ رح مشي الامور من هون، لا تخافي. ليكي انت لا تشغلي بالك باي شيء هلا، وانا بس خلص شغلي بيجي وبشوفك. ماشي؟ ماشي. بموت فيكي. بموت فيك. شو قالت لك؟ خايفين انه نتراجع؟ بابا رجاء اذا رح تضل تحكي معي هيك بحمل حالي وبمشي. ليك ولا هالبنت لازم توقع هالاتفاقية بعدين انقلع وين ما بدك، يا اما والله بتبرى منك، فهمت؟ نهاد وقف. حلمي اهدى شوي. نهاد يا ابني نحن مو ضد بيسان، وانت بتعرف قديش منحبها. انا ما بحبها لانها ضحكت على ابنك الغبي وخلته هي وامها يتزوجها وهي حامل. مو مزبوط، انا هيك بدي، انا ما تركت تنزله. شوف قديش لعبانين بعقلك الصغير، كله من امها الحية الخبيسة. بابا بابا ربطوا لك ايديك ورجليك وخلوك تقعد خادم الهم. هلا اذا توقعت هي رح يرتاح ضميرك؟ رح نخلص من هالقصة؟ ها رح تحضر العرس؟ اول شي خليها توقعها بعدين بقرر. ضغطت كتير على الولد. خليه بيستاهل، جمعت كل هالثروه مو مشان تجي وحده تاخدها على بلد المستريح. مو انا يلي بيتاكل لحمي، انا لحمي مر وعظمي قاسي. هذا كله من عرق جبيني. أروخانه مع الخط. هاتي حبيبتي. ايه عجبها كتير، طالع بجنن بتجنن. تسلم ايديكي، شي بياخد العقل بيطير العقل. اكيد البدلة رح تكون حدث الليلة. يسلموا ايديكي. طبعا بشطارتك حبيبتي. ناطرينك المسا ماشي؟ اروى حبيبتي على راس الشهر بصفي لك حسابك كامل. ايه حبيبتي ان شاء الله بتسلميلي. بعرف بعرف، بس يشهد الله انه انخلصوا. تسلمي حبيبتي، تسلمي. بشوفك المسا. خدي من ايدي، ومين ما اتصل انا نايمة بدي ارتاح شي نص ساعة. بأمرك مدام. سمر بغرفتها؟ لا طلعت من الصبح وما رجعت. يمكن راحت تزور قبر المرحوم مالك بيك. Thank you.